فيما يخص سامسون، عايز اتكلم معاك. الراجل كورته حلوه، بقى فيت قوي، اشتغل على نفسه جدا، عنده كوره حلوه. يعني الراجل مديك اماره ان هو عنده كوره. يعني لما الراجل او لما جوميز اعاد استخدامه مره اخرى في حته 9.5 دي، ان هو يلعب تحت المهاجم، شفنا سامسون بشكل مختلف. هو سامسون لما يعني بيجي بوشه بيبقى يعني افضل بكتير من ان هو يبقى مثلا بيلعب فيرود ثابت بظهره. لا، الماتش اللي فات كان واخد حريه انه بينزل ويلعب ويتحرك، لمسته حلوه جدا. حته اللياقه البدنيه اللي انت اتكلمت فيها دي فارقه معاه جدا طبعا. دي لعيب الكوره رقم واحد، لياقه بدنيه، لان انت لو ما فيش عندك لياقه انت مش عارف تنفذ اللي انت عايزه مهما كنت فكر مهاري. مدرب مهما كنت مهاري.